الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب صف الثالث ثانوي اللغة الفرنسية، نبدأ درسنا اليوم ليبغو نور لاتيف سامبل، ضمائر الوصل البسيطة. وفي كما تعلمون في الدرس السابق أخذنا لمحة عن الأفعال التي تتعدى إلى مفعول به مباشر والتي تتعدى إلى مفعول به غير مباشر، وقلنا هذه الأفعال ستفيدنا في تحديد نوعية ضمير الوصل الذي سنختاره. لدينا ضمائر الوصل البسيطة وهي كي سيجي فاعل، كو كوبليمادو جي ديريكت مفعول به مباشر، او كوبليمادو ليو ظرف مكان، دون كوبليمادو جي انديريكت اي كوبليمادو نو مفعول به غير مباشر ومضاف اليه. سنبدأ بضمير الوصل كي سيجي. جو رانكونتر لو ميدسان، لو ميدسان سواني مون بير، التقيت الطبيب، الطبيب يعتني بأبي. من الذي يعتني بأبي؟ الجواب الطبيب. إذن الطبيب هو فاعل لفعل سواني يعتني. إذن سنختار هنا ضمير الوصل كي، فنقول جو رانكونتر لو ميدسان كي سواني مون بير، التقيت الطبيب الذي يعتني بأبي. إذن بعد كي، لاحظوا كي أتت بعد لو ميدسان لأن يجب أن تعود على عائد اسم الموصول، عائد اسم الموصول يجب أن يأتي قبل اسم الموصول بالضبط، وضمير الوصل يأتي بعد العائد اسم الموصول. أتى بعدها فيرب سواني، سواني فعل مصرف، لماذا؟ لأن كي سيجي فاعل. جو كوني أنامي، أعرف صديقي. إلى بيتا باري، هو يسكن في باريس. من الذي يسكن في باريس؟ هو. من هو؟ صديقي. إذن صديقي فاعل، سنعوضها بكي. جو كوني أنامي، أنا أعرف صديق. كي أبيت، الذي يسكن أباري في باريس. إذن أيضا أبيت فعل مصرف تحتاج إلى فاعل، وضعنا كي. الآن ضمير الوصل كو، كو أبوستروف طبعا إذا أجا بعد حرف صوتي، كوبليمات بجي ديركت. الانترنت اي لو مويان دو كومينيكاسيون، الانترنت هو وسيلة الاتصال. جو بغفير سو مويان، أنا أفضل هذه الوسيلة. ماذا أفضل؟ هذه الوسيلة، هذه الوسيلة إذا سمية كوبليمات بجي ديريكت مفعول به مباشر، فأقول في اللغة الفرنسية باستخدام ضمير الوصل لانترنت اي لو مويان دو كومينيكاسيون كو جو بريفير، الانترنت هو وسيلة الاتصال التي أفضلها، التي أفضلها. إذا كو تعود على كلمة لو مويان دو كومينيكاسيون، وسيلة الاتصال. نلاحظ أن ضمير الوصل يجب أن يوضع بعد الكلمة التي يعود عليها. جو بريفير، أنا أفضل. أنا أفضل ماذا؟ عندما أقول ماذا فإذا حتما مفعول به مباشر. ملاحظة نميرو أن، رقم واحد، في حال كانت الكلمة المكررة في الجملة الثانية تعود على أول كلمة في الجملة الأولى كما في المثال التالي. لا تابل اي أنسيان، الطاولة تكون قديمة. سيت تابل، سيت تابل هذه الطاولة، لاحظوا تعود على أول كلمة هنا. اي دوفون توا تكون أمامك. في هذه الحالة نحن قلنا أن ضمير الوصل يجب أن يوضع بعد الكلمة التي يعود عليها. إذا وضعناه هنا، طبعا هنا فاعل، إذا وضعناه هنا طبعا الكلام يكون غلط خطأ. لاحظوا مثل هذه الجملة مثلا، لا تابل اي أنسيان، الطاولة تكون قديمة. كي اي دوفون توا، التي تكون أمامك، هكذا جملة خطأ. والسبب ان والسبب في ان الحل خطا. لماذا؟ لان ضمير الوصل يجب ان يوضع بعد الكلمه التي يعود عليها مع الجمله التي يرتبط بها. لذلك نقوم بعمليه قص الجمله الوصليه المؤلفه من ضمير الوصل وما بعدها ونضعهما بعد الكلمه التي يعود عليها، وهي الكلمه التي تكون في بدايه الجمله، كي يصبح الحل صحيحا كالتالي: لا تابل كي أنسيان، كي دوفون توا، الطاولة التي أمامك إي أنسيان، تكون قديمة. لا تابل كي دوفون توا، الطاولة التي أمامك تكون قديمة. هكذا يصبح الحل صحيح. ملاحظة: في حال كان لدينا فراغات وعلينا اختيار ضمير الوصل المناسب، يجب أن نتعرف على الفعل في الجملة الثانية. فإذا كان الفعل الموجود بعد الفراغ فعل مصرف، في هذه الحالة نضع فاعل كي. وإذا كان يتعدى إلى مفعول به مباشر، يعني نطرح السؤال ماذا، فإذا كان قبل ذلك فإذا سنختار تو. إذا معرفة الفعل في الجملة الثانية ضروري، لأنه هو الذي سيحدد لنا
ماذا سنختار؟ جي ان كوزان، لدي ابن عم. فراغ، ابيت اباري، يسكن في باريس. لاحظوا يسكن فعل مصرف تحتاج الى فعل، فاذا سنختار كي. من الذي يسكن في باريس؟ ابن عمي. ابن عمي فاعل، فاذا سنختار كي. جي لو لو رومان، قرات الروايه. فراغ، تي ما اشتي، انت اشتريتها، انت اشتريتها. اشتريت ماذا؟ انت اشتريت الروايه. اذا الروايه مفعول به مباشر، فاذا وضعنا ك. قرات الروايه التي اشتريتها لي. مجرد عرفنا معنى الفعل وعرفنا ترجمته، فاذا في هذه الحاله سنعرف ماذا سنضع. جو مونتري، اتدرب. Réunissez les deux phrases en remplaçant le groupe de mots souligné par le pronom relatif simple qui convient. Qui que. أقول اجمع الكلمتان الجملتان باستبدال الكلمات المشار تحتها بخط بضمير وصل مناسب. سنحدد هنا وظيفة الكلمة المشارة. Je lis un livre. Le livre est intéressant. أقرأ الكتاب. Le livre est intéressant. الكتاب يكون هام. إذا لو ليفر سوجي فاعل. جو لي ان ليفر كي انتريسون. إذا بما أن سوجي وضعنا كي، ولاحظوا إيه فعل مصرف. جي إن كوزين، لدي ابنة عم. إل ترافاي دون زين أوزين، هي تعمل في مصنع. إل سوجي فاعل. جي إن كوزان، كوزين، لدي ابنة عم. كي ترافاي دون زين أوزين، التي تعمل في مصنع. تعمل فعل مصرف. تحتاج إلى فعل. Je lis le roman. قرأت الرواية. Tu m'as acheté ce roman. أنت اشتريت لي هذه الرواية. هذه الرواية complément d'objet direct. مفروض به مباشر. سنستبدلها بك. Je lis le roman. قرأت الرواية que التي tu m'as acheté. أنت اشتريتها لي. ماذا اشتريت لي؟ الرواية. إذا que مفروض به مباشر. L'homme est le père du soufi. الرجل يكون أبوها للصوفي. Tu vois cet homme. أنت ترى هذا الرجل. من ترى أنت؟ ترى هذا الرجل. إذا هذا الرجل كوبليمات بجي ديريكت مفعول به مباشر. سنعوضها بك. لوم، لاحظوا هنا الكلمة التي تعود عليها في بداية الجملة. لوم كو تي فوا، الرجل الذي تراه أنت طبعا. إي لو بير دو صوفي، هو أبوها لصوفي. لوم كو تي فوا إي لو بير دو صوفي، الرجل الذي تراه يكون أباها للصوفي. Je vous remercie. وفقكم الله وشكرا لكم.